هلا بالشباب اللي اكثر ما يخنون بالكل العالم. ولكم برنامج البيني وبينك. بصراحه انا مو هيك اضحك بدون سبب 24 ساعه، بس الشباب يقولون شيء كلش كريزي بالاير بيس ماتي، وانه هذا اضحك من بدايه. اوكي، ولكم برنامج البيني وبينك. الخيانه تجي بالانواع واشكال، وشباب هم حكوا بالهوايه نوعيات الخيانه تجي، بس هم نسوا واحد نوعيه الخيانه، الاكبر خيانه بالكل الدنيا. انتظرونا راح اقول لكم شنو هي. قصدي ضيف مالتي هي كلش حبابه. عندي فتشي مالته هنا، بس عنده بعد هواي الشيء اللغه. وي ويل توك تو اباوت هذا. دا يبين فتشي كلش انتيك، بجوز اقدر اشتريها يعني فد ورقه ورقتين. اوكي ادفع المتحف. اند اوسو اللعبه جديده تالار هي راح تساعدنا هاليوم. سو ليتس بيجن. بيني وبينك ريان، شكرا هوايه على شنو برنامجكم. وحكيت الهواية نوعية الخيانة، حكيت الخيانة خيانة خيانة مو واحد خيانة. يبوق الأكل مالتك خيانة خيانة ها أكو خ بها. حكيت الخيانة الأكل، واحد يبوق أكل مالتك، أو خيانة واحد يخذ موبايل من شارجر مو من شاحنة ويخذ ويذب الموبايل مالته، والخيانة العامل هاي نعرف الكبيرة الخيانة. بس نسيت الخيانة وحدة اللخ، وصراحة مشاكل هواية كبيرة يصير، ويجوز مرة حرب راح يبلش بالهاي خيانة. تعرفون شنو؟ شنو؟ جوجل. جوجل أكبر خياني بالعالم، وخاصة جوجل ترانسليت، جوجل مترجم. ده يعمل فد مشاكل كبير، أنت كتعطيه كل ثقة مالتك والسمعة مالتك، وهو يعمل أكبر خيانة عليك. منو الجديد فيكتم؟ فيكتم تالار سريع. ضحية. الجديد ضحية الخيانة الجوجل ترانسليت خطية كلش حباب، نور الزين. ليش؟ نور الزين نزل في الأغنية الجديدة، وأعتقد نزل كل يوم تفد أغنية جديدة. نزل أغنية جديدة لأنه شقد أغاني ينزل ما عنده وقت يعمل مترجمة 100% الأغنية العربي إلى إنجليزي. أوكي. فهو عنده في أغنية جديدة اسمها قلبي كسر، فشي هيجي كسر. قلبي مات. قلبي مات. هو شلون قلبي مات ترانسليت مالته بالإنجليزي تقولها؟ يعني my heart's dead. إيه my heart is dead بالضبط. my heart is dead. هو شوف شنو كتب باليوتيوب، شوفه. can you read it؟ تقدر تقرأها؟ my dog my dog is dead. والله هاي خيانة. my dog is dead. ها مو تفتهمها شلون شيء طبعا. احنا نفتهمها قلبي قلبي، فهو جوجل افتهمها كلبي. كلبي 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 ايه، فقلبي يعملوا ترجمة الى كلبي او كلب او كلبي. زين ايه، وين الصورة اللغة؟ هذا خيانة مو بس يوم مرة هيك تصير، دائما خطية. حتى اريانا جراندي انتم تعرفوها، فنانة كلش مشهورة. هسا عملت تاتو، عندها فد اغنية جديدة اسمها 7 رينجز، يعني 7 حلقات. حلقات ما اعرف شنو قصدها هي. اوكي على كل يعني 7 مرات تزوج. فهي تريد تصير فتشي يعني على فتشي غير، فهي رحت لجوجل ترانسليت كتبت 7 رينجز وعلى ياباني. وشنو هي جابه دالها؟ شوفنا الصوره، تاتو كلش حلو. اوكي مبروك، بس تعرفين شنو كاتب؟ شنو؟ مشوي باربيكيو. باربيكيو. اي وبعد شنو؟ هي فيجن. يعني هي ما تاكل لحم وكاتب باربيكيو هسه بالياباني بالايد. فيجن يعني واحد ما ياكل يعني فيجيتيريان، يعني ما تاكل لحم. زين خطية. فالحيانة الجوجل ترانزيت ما يخلص. واكو هواية تتذكرون وقت شقد اربيل صارت مشهور، وقت الشيراتون الاربيل، ها كان عنده فد اكل اسمه ميت بول. ميت بول شنو ترجمة كانت؟ كان تذكروها؟ راحت الكل الدنيا فضيحة صرنا. شوف شنو ترانزليت خطية الشباب الشيراتون بالاربيل، ميت بول صار بول از ديد. اوه ماي جاد. يعني ميت بول. ميت بول. فالخيانة تجي بالانواع واشكال يعني، ودري بالكم الجوجل ترانسليت لا تعطيها اي ثقة. وانا حق احكي هاي هاي مشكلة، لانه عندي هاي مشكلة انا اللغة، فما دا اخاف ما دا اجرب اكتب الانجليزي. انت هسه موضوع الحيانة يعني ليش الغلطة تعمل نص المرة؟ هي مو سوتش، سوتش الجوجل. هاشتاك حيانة على قولة نور طبعا. فهي مو سوتش يعني دعم كل هذول الغلطات بالعربي، نصهم انا دا اكتبهم قبل برنامج بالجوجل ترانزيت ويجي دا يقولوني عاشت ايدك. اوكي عندنا في فيديو على بنسبة الخيانة، على اعتقد هذا بالسجن، كان شباب ممكن نفرجها. Let's watch this.
This is cute. بيبكي على مرتا. هيقول خلاص لازم تروح. وده يعني إحساس مالته لا تروحي. لا. شنو القلب هاي؟ أحسن ممثل زي قلت ممثل بطل. خيانة مو خيانة شباب، خيانة مو خيانة، هذا شان خيانة خيانة أكيد خيانة. آخر فيديو إحنا دائما عيوننا نشوف إن أكو تالنت بالعراق من شمال إلى جنوب، شفنا فد واحد لو هو تالنت مالته يجي in different ways أكيد. شوف هذا تالنت مالته إيش قد حلو man. Watch this. هلا. واو. أنا وهلك. هاي شلون مثل دجاج. ما دجاج يجي تروح يعني هذا تالنت الراسة دا يروح دا يجي مثل هي علاقة بها فتشمزية أو فتشي. Amazing. شباب أنتم عندكم أي تالنت هيك يعني بالنسبة ال هل ما من التالنتس؟ لا أكيد ما عندنا. هذا واحد بالكنترول. واحد بالكنترول أعتقد خلينا نعمله ضيفة اليوم. أنا بس عندي هذا في الشيء كله عجيب ما أعرف كنت شوفه. واو. واو. مو مثل. واو. بس كلوز جيب الكلوز. هيك ها. واو. هم. هذا هم خيانة. قوي. كيف هذا؟ أوكي عادي. لازم نسوي لقاء وياك. ويا ايدي. اوكي خلينا نجيب الضيف مالتنا. بليز جيف ا وورم ويلكم. هسه هي خرجت وما شاء الله كتشوف الشغل وكتروح خرجت. اي خرجت كتروح خرجت. اوكي خرجت يابا. شي جراديويتد. بليز جيف ا وورم ويلكم تو دوريس زيا. هاي دوريس. انت خرجتي مو؟ خرجت. Welcome. Thank you. شلونك؟ الحمد لله. انت شلونك؟ الحمد لله. مشغولين شنو شكو دا يصير؟ انت كده اشوف جواي مكان هنا اي كل مكان شغل. اي اول شيء خلينا نحكي لهذا الشيء. انت هسه مصوره وتشتغلين جرافيك ديزاينر بس احب هاي القصه هوايه. اها. Could you talk about this؟ هاي كاميرا جدي. يعني انا ورثتها التصوير من الميكروفون. جيبه عالي. عالي هسه زين. اي جدي كان مصور يمكن هاي من سنه 1945 هاي الكاميرا بالاربعينات. اي كان مصور وبعدين عمي ابويا وعمتي كلهم وبعدين انا ورثتها منهم التصوير. فانت مثلا قصدي يقولون مشيتي بالطريق كل العائله الاباء والاجداد. فهاي ما جدي وهاي مالتي. زين اوكي بس شلون انت تعرفين قصه شلون جد مالتك جد يور جراند فادر بلش بهذا الشغل يعني شلون؟ لا ما عندي القصه مالته وما شايفته بس انا متاكد انه هذا كلش غالي كان بالعرب يعني لانه ما عندهم هوايه فلوس. ما عندهم هوايه مصورين وكاميرات صح. فما حتى ما تعرفيها غالي حتى السلوبيها كلش غالي. تريد بان هسه شنو كنت تعمل بالهاي تبيعها شكو؟ لا بقيها ذكرى منه. زين قبل ما تكمل هاي هدية لك. ردت فتشي خص بابلون تي في بس جبت فتشي خص بابلون راديو. سو بابلون اف ام. شكرا. ثانك يو سو ماتش دوريس. قد حبابة. ثانك يو مان. كلش ادري دائما ضيف مالتي يجيبون هدية. عفوا شباب يعني سوري. اوكي شكرا هواي. ان شاء الله المصورين انتم ما تخذوها لانه دائما يجيبوني هديه ويخذوها شباب. عادي خدوه دورك. اوكي بس يعني كل هاي عائله ماتج يور جراند فادر وابوك شغل الصور يعني هسه مفروض البيت ماتج بها كامل الصور يعني هواي صور. اي والله هواي مليون صور مليون. اي والله. فانت ليش رحتي بهذا الشغل؟ لانه انا اعرف انت خرجتي من كليه الزراعه. زراعه صح. واني من كنت طفله
يعني بعد ما كنت اعرف كلش احكي، كنت اروح بيت عمي خطية مرت عمي، كانت يومي تضم الالبومات واني اطلعهم اشوف الصور، كنت يومي اشوف صور. بعد شويه شويه او حبيت هالشغله. زين انت صرتي ساد لانه بصراحه بالمجتمع العراقي بالجامعه العراق ماكو فرصه كبير على تدرسين هاي الاختصاص. اي صح. بس شو قبلتي هذا الشيء؟ قلتي يلا خلي اروح كليه الزراعه؟ رحت زراعه، وهذا المجال هم اقدر عن طريق اليوتيوب او دورات ويتي شيء اقدر اتعلم بيه. فزراعه كانت. علمتي أي شيء بكلية زراعة تستعمليها هسه؟ أي زراعة فراولة مرة أكلناها كانت طيبة. لا لا جديات، لا يعني ما خذيتي مثلا كاميرا وياك مرة خلي تشوفين تسخذين صور مال الزراعة أو ما أدنى لا حديقة لا شيء. ما كانت ما جاوبتي السؤال مالتي، شفتي مقحوره لانه ما كان عندك فرصه تروحين، لانه مثل قلت هذول كليات العراق ما عندهم هاي الفرصه انه دراسه الميديا او دراسه الفوتوغرافي هوايه. يجوز اكو اثنين ثلاثه أكو بكل العراق قسم بكليه الفنون الجميله باكاديميه بكل العراق، بس اثنين ثلاثه ما يكفي لكل الشباب يريدون. فانت شلون يعني هاو تو جو ثرو؟ لا انا عادي ما اضوج على شيء، يعني دائما عادي ما ضايجه. لا فهسه شنو تعملين؟ تشتغلين بشركه؟ هسه اشتغل بشركه اعلانات واشتغل منظمات طوعي، وشوي شوي دا اطور نفسي بالتصوير. خلينا نشوف شويه الصور مالتك. انت كلش صغيره، قد عمرك؟ 22. انا 22. وزلي هسه عندك فت بروفايل، خلينا نقول الفوتوغرافي مالتك. احكينا شنو هاي شويه شغلك. يلا What do we have here? Hi, Auntie. Hi, Ani. When? Hi, كان ب Return Festival. كانت من أحلى أيام حياتي. صعدت على on the roof of Babylon Gate. كانت كلش لحظة حلوة. أي. بعد تاي. قلعة. قلعة أربيلو. هاي السيارة كانت تسوق و. تك صورت وتاريخ وتراث هذا شيء كلش مهم علي. استاذ الشعر مو؟ Yeah. It's very important to you. بعد هاي agriculture engineers خريجات وياي بالكليه. شلون تعملين الاكثر فلوس بالشغل هسه؟ انه يقول لك تعال دا اتزوج او تعالي دا اخرج، شلون تشتغل هاي فكره؟ فلوس فلوس. هذا الشيء نحتاج حتى نقدر ناكل اكل. صراحه انا اشتغلت يعني بديت يمي مو مهم فلوس البدايه، على مود اول شيء يعني اجيب لي سمعه زينه وبعدين افكر بالفلوس. اوكي هذا شنو؟ هذا بيبي مال منو؟ مو مالتك؟ بيبي مال صديقتي ريتا. اوكي فهواي طلب يجيش انه قلت تعالي خذي الصور. ايه اكثر شيء على الاطفال لان عندي وهس مال الاطفال وهذول توأم. تحبين اطفال؟ اي بس من تكون توأم تكون مشكله، هذا تصوره يبكي، هذا يضحك، هذا يريد يروح ينام. فهذا هو اصعب شيء تصورين التوم. صح. زين تشوف هواي اولاد؟ انت تحبين عندك اولاد ماتش بالمستقبل؟ اي ايش قد تحبين؟ أربعة. واو ماذا شوف شباب يقولون هذا رقم هذول الأيام. أوكي فدورس أنت فشوية شوية خلينا نقول تروحين بالهاي إندستري مال مال فوتوغرافي، شنو تريد تعمل بالهاي تانت مال؟ لأنه بصراحة دا أشوف إنه مو هواية ناس يفكرون إنه هاي شغل أي واحد يقدر يعملها، بس هذا يحتاج العيون خلينا نقول. صح. فأنت عندك هذا تالنت، فشنو تريدين تعملي بالهذا تالنت؟ والله أني طبعاً هاي مال عيوني مشكلة، حتى الدكتور قال عندك تشرد بالعين ورا التصوير. أي والله. ف يعني أحب شوية شوية أطور من شغلي، يكون عندي استوديو، أروح أماكن يعني بالعالم شوية شوية أصور وهيجي. تريدين تسوين أي مناسبة بالبالج؟ يعني أكو هواي مناسبة بكل سنة دائماً يصير، عندك أي واحد إنه يعنج بيها؟ هواية والله أنا مخيلاتي كلش كبيرة، يعني إذا أقول لك يمكن ما أسويها. شنو تخذين من هاي الشغلة؟ يعني شنو تحسسين بوقت تخذين تعملين هاي الشغلة؟ يعني من أصور؟ أي يعني كلش ما أدري، أحس بفت شعور غريب، كلش أتعب يعني أتعب، بس بنفس اللحظة من أشوف الصور وأشوفها حلوة يعني التعب كله يروح وأفرح. دائما البنات يجون يقولون الشغل مالتهم، عندي هاي السؤال انه اعرف هذا الشيء كلش مهم. مثلا اخر مره كان عندنا هي كانت الجرافيك ديزاينر، انت اكثرين عن طريق التصوير.
تشوفين انه هذا شيء صعب بس لانه انت بنيه بالعراق وبالشرق الاوسط؟ صراحه بدايه اي يعني. يعني شنو قصدك؟ يعني شنو الاوبستكل يجي قدامك؟ تروح فد مكان وتصور وتسمع تعاليق يعني. اي هوايه مثل شنو يعني؟ شنو يقولون انه انت بنيه فما ما تعرفين شو؟ لا مو هيك تعاليق يعني. تعاليق يجي للضحك بس انه بضوجك يعني. بس عادي شوي شوي تعودت. هسه من يحكون اني اضحك يعني اي دونت كير. ها بالماضي شنو كانت تعمل؟ تضربين؟ شنو كانت تعملين؟ لا والله كنت اضوج بس هسه ما اضوج. لا ما اضرب بس نور ضرب وشي استا نور علي العراقي ده يقول لك اريد افتهم كلمه منك يعني. يعني لا تكذب. شو اسمه علي العراقي. علي يا اخوي ان انت ما كانت تفتهم هاي 100 كلمه ما كانت تفرز لي هسه. ده يقول انت اسوء من مترجم جوجل يعني. هسه حكيت على جوجل انت ده يقول لك انا على جوجل يمكن افتهم شويه. اوكي خذ كل كلمه ما تستعملها جوجل يجوز يرجع بالصح. زين اوكي دورس انت كنت تعيشين بالاربيل بس تروحين ابد خلني اقول للنينوى او غير مكان بنشوف هذا الشغل؟ اي عندي راحه نينوى. وين؟ اعطيني فت شوي اكسبيرينس مالتك. مره مصوره بنينوى بوقت يعني ورا التحرير رحت وصورت. رحت ويا شباب الحرب يعني شنو؟ لا رحت ويا شباب كانوا جايين من خارج ورا التحرير. اوكي يعني كان اكو امان. اي اوكي اي واروح قرى هيك يعني اروح دهوك اصور بالبيتج. انت تطبعين الصور وتبلين من نواه يعني هسه تعرفين انه بالنسبه للشغل الصور قبل احنا كان ناخذ صور ونذبهم بالالبوم. هسه ورا واحد ما يطبع الصور فشنو استفاده او شلون نستعمل الصور هسه كل هالعوفه موبايل وبعد موبايل يخسرون خسرنا صور. What should we do with our pictures؟ والله صح انا الصور اللي احبها اطبعها اللي يعني كذكرى والناس هم من يجون مثلا اصورهم اطبعها لهم اذا يريدون او ادزهم بفلاش وبعدين يمسحون ويجون مره. But for you كشخصي الصور مالتش اني احب تطبعين تطبعين ما تطبعين؟ اطبع. تحبين تطبعين يعني كلاسيكي؟ اي كلش احب البوم. شو تعملين بالصور؟ والله اشوفهم بين فتره وفتره اتونس. يعني ليش تستعملين خلينا نقول نظامة الالبوم؟ ايه مو هذا شيء قديم؟ لا بس انا احب الكليه عندي يوميه ماخذه صوره وطابعتها وحطتها بالالبوم. بالنسبه الصور كي تاخذين شفنا شويه مودرن صور ماتش بس بالنسبه خلينا نقول الايديتنج تعملين اي ايديتنج لهذول الصور؟ يا شوف لازم اللي تحتاج اي اللي ما تحتاج نو. وانت تعمليهم؟ اي شو تستعملين؟ فوتوشوب لايت روم. زين انت اذا رحت كليه زراعه اكيد ما علموش هذول الشيء فشلون علم شنو هذا الشيء قلتي فوتوشوب وشنو؟ لايت روم. لايت روم؟ شنو لايت روم؟ شباب تعرفوها؟ تعرفوها؟ شلون علمتي هذا الشيء؟ سوي جوجل شوف. هاو ديد يو ليرن؟ من يوتيوب وزملائي عندي زملاء مصورين يعلموني يشجعوني دائما. إذا ما نحتاج الكلية بعد شباب خلاص اطلعوا من الجامعة شنو هاي عذابة الامتحان؟ والله صح جوجل بابا جوجل وبابا يوتيوب عنده كل شيء. اي والله خذتي سيرتيفيكت بعد انو سورا خذفت 7 سيرتيفيكت يطبعهم وكلهم هيجي بال شفتوا شباب؟ اي اكو تقدر تعملي هذا الشيء نورة تعلمين في الشيء باليوتيوب تقدر تقدمين ويدزيك السيرتيفيكت. والله نايس اي فعلمتي باليوتيوب اي وزملائي مثل ما دا اقول. شنو الشيء زايد تريدي تعملين بالنسبه للشغل؟ اي شيء تريدين تعلمين؟ يعني عدد تصوير؟ بوث يا بالتصوير يعني يراد لي هو التصوير بحر كبير وما يخلص دائما طور نفسك وما يخلص يعني. فتريد تعملي هذا الشيء for the rest of your life؟ اي احب كلش. عندك اي شيء لخ؟ عندك اي هابي لخ تعملين؟ هذا احبه مقتنعه بيه فليش افكر. I'm not surprised انه قد تقولين جدج بالاربعينات ما كان اعرف شنو هي الصور وكان يعمل الصور فهذا شيء كلش عاد نورمال. Very very cool ان شاء الله اولادك يعملون تصوير واولاد اولادك يعملون تصوير. ان شاء الله اي كلش حلو. اوكي دورس ثانك يو سو ماتش جود لك وذ ايفري ثينك. ثانك يو سو ماتش. دالار 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 تعالي بلا زحمه يلا ممكن Can you come? عندنا لعبة قبل تروحين. اوكي. لعبة اسمها Guess Fast. تعالي. لا تستحين تعالي هنا من هنا. اوكي. يلا. اني بصراحة افتهمت لها اللعبة بس ما راح اعتقد راح افوز لأنه كله صعبة. يحتاج الواحد يفتهم عربي. واني مو فوضح بالعربي. بس وضعك أحسن من وضعي. هاي عائلتي هسه قاعدين يضحكون أكيد. فهي عندها سؤال أنت تعرفين الجواب خاصة تقولي تعملي باس قولي الجواب. اوكي. اوكي. عندنا 5 مو؟ 5. اوكي. يلا. بلش بأول وحدة؟ بلش. شو هو الشيء الموجود بكل شيء؟
آتوم. لا. آتوم. لا. شيء موجود بكل شيء. يعني بكل شيء. إيه يعني هذا وهذا. إيه. أنت وهي. بالعربي شو يقولوا؟ أنا أعرفه بالإنجليزي. آدم. هو كلمة إنجليزية العربي. هي الكلمة عربي. إيه وفيها شيء إنجليزي. هلا آتوم هي جزيئات ما أنا موجودة. زادات لا. تعرفين؟ No. ما نعرف. Something exists in everything. ما نعرف بابا ما نعرف. Name. ما نعرف. Name. مو بالقوة. مش أدري. زيدو. Name. Name exists. اسم. Yes. طيب يلا. Okay. Guess this thing. شو هو الحيوان يلي بيلد وما بيبيض؟ يلي ما بي لا بيولد ولا بيبيض. Now what is the animal that doesn't lay eggs? الذكر. Oh good. واحد صفر. احترام. شنو ذكر؟ واحد صفر. أي حيوان؟ ذكر. شنو هذا؟ ميل. لازم تفكر هيك طريقة. إيه يعني هاي والله كلش صعبة. إيه. أوكي. طيب واحد صفر الدور. واحد يلا another one. شو هو الشيء يلي بيمشي بيوقف بس ما عنده أجنان؟ يمشي ويوقف. ما اعرفهم بالعربي والله. لا قولها بالانجلش. اوكي هي بالعربي. نو الساعة اللي جبتك اياها يا نور. ساعة. ساعة؟ يس. هي ساعة بل بس عن راديو والله. واو اوكي. 2-0. شو هو الشيء يلي بيكتب وما بيقرا؟ يكتب وما يقرا والله راح يكتب وشو؟ ما بيقرا. وات از ذا ثينج ذات رايت؟ يكتب وما يقرا. اساعدك. خطيه والله. يكتب وما يقرا. جاوب نور. سلامة. سلامة. ألم ألم. ألم إيه ألم. إحنا اللبناني. ألم إيه. 2-1. يلا. آخر سؤال. أوكي. شو هو الشيء يعني ما بنستفاد منه إلا إذا كسرنا؟ ما نستفاد منه إلا إذا كسرنا. What is the thing that we cannot use unless we break it? قلب. No. بيضاء. نيفن تعادل بعد خلاص نو اوكي شكرا هواي تالار بقوية انا تالار وجماعة حاضرين شوف ماجزين دورس ثانك يو سو ماتش وان مور تايم جود لك وذ ايفري ثينك ذيس از اميزنج شكرا للهدية يو سو نايس ثانك يو بابلون تي في حياة ويانا احلى باي